بعد 2003 واحتلال الولايات المتحدة الأمريكية للعراق، ألقي القبض على الرئيس العراقي صدام حسين. كانت أولى جلسات المحاكمة العلنية هي عن مجزرة الدجيل. كان المتهمون الرئيسيون إلى جانب صدام حسين كل من شقيقه برزان التكريتي، حيث كان يرأس جهاز المخابرات العراقي، فضلاً عن طه ياسين الذي كان يرأس الجيش الشعبي آنذاك. أما الأخير فهو قاضي الإعدامات عواد البندر. في الجريمة العادية المتهم دائما بريء حتى تثبت إدانته. بالجريمة الدولية عكسا، جرائم الإبادة الجماعية والرد الإنساني وجرائم الحرب، هو مجرم أساسا، لازم يثبت القائد العام أو القائد أنه هو بريء. شلون يثبت؟ يثبت بأنه صدر قانون عاقب المجرمين أو منع أو أدى أو حاكم الناس اللي كذا أو عوض الناس المتضررين. صدام شو كل ذني ما سواها؟ في المحكمة الجنائية العراقية ادعت أنها استندت بتشكيلها وبتأسيسها إلى القضاء الجنائي الدولي وتحديداً إلى نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لعام 98. عدم رجعية القوانين بأثر رجعي، هذا موجود بكل القضاء الوطني والقضاء الجنائي الدولي. انتهكت المحكمة وأرجعت القضايا إلى ما قبل الغزو. صدام حسين مراد يحمل رفاقه أي شيء، قال لهم أنا مسؤول حتى من الجنائي. قال لهم شكو جايبين هذولا؟ أنا مسؤول، طلعوهم ذولا كلهم، أنا مسؤول، كل اللي صار أنا سويته. يسخر من نفسه، هو رجل محل سخرية، وطلعوا من القاعة، طلعوا من القاعة، طلعوا من القاعة، أوت، أوت. عدد المتهمين كان 148. العملية لم يتم تنفيذها من شخص أو شخصين أو 10 أو 20 أو 30 أو 100. العملية نفذت من قبل أعداد بالمئات، من هم من كان يراقب موكب الرئيس ومن هم من كان نفذ ومن هم من كان يحمل أسلحة خفيفة ومن هم من كان يحمل أسلحة ساندة المتوسطة والثقيلة. وجدوا في البساتين أسلحة مقاومة الطائرات، وهذا يؤكد أن العمل مع سبق الإصرار والترصد. الأعداد هاي يعني كان أكثر من يعني أكثر من عدها، يفوق العدد الحقيقي. الأحكام من صدرت ما صدرت على كل 148، بالعكس صدرت على عدد، وكان عدد كبير من الذين شاركوا تم شمولهم بالعفو. استمع إلى قرار المحكمة واقفا. اسمع القرارات. إيه واقفا، كن واقفا. لا جاعد. أوقف. وقفوا. جالس. قررت المحكمة مادة 11 أولاً ثانياً من قانون العقوبات.